أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف الدول العربية الأربع تجاه الدور السلبي الذي تقوم به قطر لدعم الإرهاب وتوفير ملاذ آمن للجماعات المتطرفة. وخلال لقاء وفد الخارجية الأمريكية المعني بأزمة قطر، شدد شكري على أن الدول الأربع مستعدة للحوار مع قطر إذا التزمت بتنفيذ قائمة المطالب 13 وأوقفت سياستها المعادية في المنطقة، مؤكدا أن العبء الرئيس يقع على قطر لإثبات حسن النوايا.